قفز الشابان فجأة إلى سدة الحكم والسلطة، الأمين خليفة وأميرا للمؤمنين في بغداد، وأخوه المأمون وليا للعهد وواليا على خراسان وتوابعها، ورجلان حديث عهد بالسياسة بعد أن كانت السلطة قبلهما لأبيهما هارون الرشيد الذي ملأ الدنيا وشغل الكون وساس البلاد والعباد بالقوة حينا وباللين والتدبير حينا آخر. ورافق حداثة العمر لدى الشابين بطانة سوء هنا وسوء تدبير هناك، وطموح الشباب الأعمى الذي لا يرعى حكمة ولا حلما ولا روية في اتخاذ القرارات، الأمر الذي أدى بالرجلين وبدولة بني العباس إلى أعظم فتنة وحرب داخلية وشقاق كبير انتهى بالأمين قتيلا وبالمأمون خليفة من بعده. إليكم هنا وبالتفصيل قصة الخلاف بين الرجلين، ما أسبابه وكيف بدأ وكيف نما وكيف تحول إلى حرب داخلية. كان هارون الرشيد أول من استشعر خطر الفتنة والشقاق بين ولديه من بعده، محمد الأمين بن زبيدة العباسية القرشية من جهة، وعبد الله المأمون بن مراجل الجارية الفارسية من جهة أخرى. وحاول الرشيد أن يقضي على بوادر الخوف والقلق وأن يرسم مستقبل إدارة الدولة وطبيعة العلاقة بين أبنائه وهو على رأس السلطة لتستقر الأمور بعد مماته، وذلك بتقسيم المناصب بين أبنائه على حياته ورسم حدود وواجبات كل واحد منهم إزاء الآخر. ويقول الطبري أنه لما قسم هارون الأرض بين أولاده الثلاثة الأمين والمأمون والمؤتمن، قال بعض العامة قد أحكم أمر الملك، وقال بعضهم بل قد ألقى بأسهم بينهم، وعاقبة ما صنع في ذلك مخوفة للرعية. وتبدأ قصة توزيع المناصب حين قام الرشيد وبدفع من زوجته المفضلة والمقربة زبيدة بتسمية ابنه محمد وليا للعهد في سنة 175 للهجرة، ولقبه الأمين على الرغم من أنه كان أصغر من أخيه عبد الله الذي لقب لاحقا بالمأمون، وكان عمر الأمين حينها 5 سنوات فقط. ثم عاد الرشيد وأخذ البيعة لابنه عبد الله وليا للعهد بعد الأمين، ولقبه المأمون، وذلك في سنة 182 للهجرة، وقيل 183، ومنحه ولاية خراسان. ثم أخذ لأخيه الثالث القاسم البيعة وليا للعهد بعد الأمين والمأمون، ولقبه المؤتمن، وولاه الجزيرة والثغور في العام 186 للهجرة. وظن الرجل أنه أحكم الأمر وقسم الأرض بين أبنائه، ولم يتبق إلا أن يأخذ العهود عليهم بأن لا يعتدي أحد على حصة الآخر، فجمعهم ومعهم الوزراء والقواد وأخذهم معه إلى الحج في العام 186 للهجرة. وهناك وبعد أن قضى مناسك الحج جمع أولاده في بطن الكعبة وأخذ عليهم المواثيق والعهود بأن لا يختلفوا من بعده. وقرأ الرشيد الكتاب الأول وكان باسم الأمين، ويتعهد فيه بأن يحفظ لأخيه المأمون ولاية العهد وولاية خراسان، ولا طاعة له إذا أراد خلع أخيه، كما لا يحق لهما معا خلع القاسم عن ولاية العهد من بعدهما. أما الكتاب الثاني فكان باسم المأمون، ويتعهد فيه بالسمع والطاعة للأمين، وأن لا يعصيه ولا يغشه، وأن لا يغدر ولا ينكث ما وفى له الأمين بما وعد في كتابه السابق. وعلقت الكتب في الكعبة وشهد عليها كل من حضر من القواد والوزراء ورجالات دولة بني العباس. ولكن ما إن مات الرشيد في السنة 193 للهجرة حتى بدأت نوازع الخلاف تظهر بين الأمين والمأمون. ويقول الطبري بدأ اختلاف الحال بين الرجلين في نفس السنة التي توفي فيها أبيهما الرشيد، وعزم كل واحد منهما بالخلاف على صاحبه. وكان أول سبب أثار البغضاء بين الأخوين هو تنصل عدد من القادة وكبار رجالات الدولة عن العهود التي قطعوها باتباع المأمون في خراسان، وبدلوا ذلك بأن أصبحوا من أتباع الأمين في بغداد. وكان أبرز المنشقين الفضل بن الربيع، وكان حاجب هارون الرشيد وذهب معه إلى طوس وحضر وفاته هناك. لكن ما أن توفي الرشيد حتى تنصل عن العهد الذي قطعه بأن يبقى تابعا للمأمون، وقال الفضل لا أدع ملكا حاضرا
لآخر لا ندري ما يكون من أمره، أي إنه لا يدع ملك الأمين من أجل ملك المأمون. وأمر أتباعه بالرحيل إلى بغداد وأطاعوه جميعا، أما اقتناعا برأيه أو اشتياقا لأهلهم ومنازلهم التي تركوها في بغداد قبل مصاحبة الرشيد إلى طوس. وعلم المأمون بالخبر وكان حينها في مر، فشاور حاشيته بالأمر فاقترحوا عليه أن يلحقهم بألفي فارس ليردهم، لكن وزيره الفضل بن سهل المعروف بذي الرئاستين قال له لا تفعل، ولكن الرأي أن تكتب لهم كتابا يذكرهم بالبيعة وتسألهم الوفاء وتحذرهم الحنث. وحين وصل رسول المأمون لهم رفضوا طلبه وواصلوا المسير إلى بغداد. وحينها قال الفضل بن سهل للمأمون أعداء قد استرحت منهم، وأخذ يقدم له النصح لما يجب عليه العمل في خراسان، وذلك بإحياء السنة ورد المظالم وإكرام القادة وأبناء الملوك فضلا عن تقليص الضرائب أو ما يعرف بالخراج بمقدار الربع. ورغم انشقاق بعض أتباع المأمون عنه وتوجههم إلى الأمين الذي رحب بهم ولم ينهرهم، فإن العلاقة ظلت طيبة بشكل رسمي بين الأخوين، إذ قام المأمون بمراسلة الأمين عدة مرات وأرسل الهدايا من خراسان من المتاع والآنية والمسك والدواب والسلاح. وبمرور الوقت صارت حاشية الأمين ومن بينهم المنشقين عن المأمون يحرضونه على أخيه المأمون، ولا سيما الفضل بن الربيع الذي ترك طوس وخراسان ونكث العهد مع المأمون وقدم إلى بغداد ناصرا للأمين. ويقول الطبري أن الفضل بن الربيع علم أن الخلافة إذا أفضت إلى المأمون يوما وهو حي لم يبق عليه بسبب نكثه للعهد، فسعى في إغراء الأمين وحثه على خلع المأمون وصرف ولاية العهد إلى موسى ابن محمد الأمين. ويشير إلى أن الأمين لم يفكر قبل ذلك بعزل أخيه، وكان ماض إلى تنفيذ وصية أبيه هارون الرشيد، لولا أن الفضل ظل يصغر في عينه شأن المأمون ويزين له خلعه، وكان يقول له ما تنتظر يا أمير المؤمنين بعبد الله والقاسم أخويك، فإن البيعة كانت لك متقدمة قبلهما، وإنما أدخلا فيها بعدك واحدا بعد واحد، حتى بدأ الأمين يقتنع شيئا فشيئا. وكان أول قرار اتخذه الأمين بعد اقتناعه بتنحية أخويه هو أن كتب إلى جميع العمال في الأمصار بالدعاء لابنه موسى بالأمرة بعد الدعاء له ولعبد الله المأمون وللقاسم المؤتمن. ثم قرر في العام 194 للهجرة، أي بعد عام واحد من وفاة هارون الرشيد، عزل أخيه القاسم المؤتمن عن جميع ما كان أبوه هارون ولاه من ولايات الشام وقنسرين والعواصم والثغور، وألزمه الإقامة بمدينة السلام، وولى مكانه خزيمة بن خازم. فلما بلغ المأمون أن الأمين دعا لابنه بالأمرة وعزل المؤتمن عن الولايات التي كان الرشيد ولاه عليها، علم أن الأمين يخطط لخلعه عن ولاية العهد، فأقدم من جانبه على قطع البريد عن الأمين وأزال اسمه من الطرز والضر. ثم بعث الأمين إلى المأمون طالبا منه التنازل عن عدد من المقاطعات والقرى في خراسان، وأن يكون خراجها وعمالها تحت تصرف بغداد، وهو الأمر الذي أغضب المأمون، ولكنه رد في رسالة إلى الأمين رفض فيها طلبه بطريقة مهذبة، ذكره فيها بأن تلك المقاطعات أقرت له بأمر من أبيهما الرشيد، وإن مصاريف الجيش في خراسان تحتاج إلى الكثير من الأموال من خراج تلك المناطق وغيرها. وقام المأمون بعد ذلك بتجديد الحراسات على مداخل مدن خراسان، فلا يسمح لرسول قادم من العراق دخولها إلا بمرافقة، ومنع اختلاط القادمين بأهل خراسان وولاتها وعمالها، حتى يمنع أي محاولة قد يقوم بها الأمين للترغيب والترهيب واستمالة العمال. وقد استغرب رسل الأمين الذين عادوا إلى المأمون من تلك الإجراءات، وقد أخذوا بالحرس ومنعوا من الاختلاط بالقوم حتى وصلوا إلى قصر المأمون، ونقلوا له رسالة الأمين يطالب فيها مجددا بتلك المقاطعات وخراجها بحجة أن أموالها فائضة عن حاجة خراسان.
فرد المأمون برسالة جاء في ختامها: لا تبعثني يا ابن أبي على مخالفتك، وأنا مذعن بطاعتك، ولا على قطيعتك، وأنا على إيثار ما تحب من صلتك، وارض بما حكم به الحق في أمرك، أكن بالمكان الذي أنزلني به الحق فيما بيني وبينك، والسلام. وهنا استشاط الأمين غضبا وأرسل إلى المأمون رسالة قال فيها: أما بعد، فقد بلغني كتابك عامطا لنعمة الله عليك فيما مكن لك من ظلها، متعرضا لحراق نار لا قبل لك بها، ولحطك عن الطاعة كان أودع، وإن كان قد تقدم مني متقدم فليس بخارج من مواضع نفعك، إذ كان راجعا على العامة من رعيتك. وقال الطبري: إنه مع اشتداد الأزمة بين الرجلين طلب الأمين من أخيه المأمون صراحة تمحيته من ولاية العهد، وأرسل إليه ثلاثة رسل هم العباس بن موسى بن عيسى وصاحب المصلى ومحمد بن عيسى بن نهيك. نقلوا له طلب الأمين بتقديم ابنه موسى الذي لقبه بالناطق بالحق وليا للعهد، على أن يكون المأمون وليا للعهد من بعده، بيد أن المأمون رفض الطلب. وحين عادت الرسل إلى الأمين برفض المأمون لطلبه، قرر وبعد أخذ مشورة حاشيته وبينهم الفضل بن ربيع أن يخلع المأمون ويعلن ابنه الناطق بالحق وليا للعهد وواليا على العراق، وكان حينها طفل صغير، فيما وجه الفضل بن ربيع الخطباء في المساجد بعدم ذكر المأمون والمؤتمن وعدم الدعاء لهم، ثم أرسل بمن يأتيه بالكتب والعهود التي وضعت في بطن الكعبة التي تعهد فيها الأخوين بالوفاء لبعضهما، وسلم الكتابين إلى الأمين ومزقهما وأبطلهما. وهنا يقول الطبري أن يحيى بن سليم سأل الأمين ذات يوم: يا أمير المؤمنين، كيف تخلع المأمون مع ما قد وكد الرشيد من بيعته وتوثق بها من عهده والأخذ للأيمان والشرائط في الكتاب الذي كتبه؟ فرد الأمين قائلا: أن رأي الرشيد كان فلتة شبهها عليه جعفر بن يحيى البرمكي بسحره واستماله برقاه، فغرس لنا غرسا مكروها لا ينفعنا ما نحن فيه معه إلا بقطعه، ولا يستقيم لنا الأمر إلا باجتثاثه والراحة منه. ولم تستمر المناوشات والمماحكات بين الأخوين طويلا، حتى قامت الحرب بينهما في العام 195 للهجرة، أي بعد عامين اثنين فقط من وفاة أبيهما الرشيد. ففي تلك السنة أعلن الأمين الحرب على أخيه المأمون، وعقد لعلي بن عيسى بن مهان راية الحرب والخراج على مقاطعات نهاوند وهمذان وقم وأصفهان، وذلك في يوم الأربعاء لليلة خلت من شهر ربيع الآخر. وتحرك جيش علي بن عيسى من مدينة السلام إلى خراسان في جمادية الآخرة، ورافقه الخليفة الأمين حتى النهروان. ويبدو أن الأمين وأهل بيته وقواده ووزرائه كانوا متيقنين من النصر على المأمون، وهنا يوصي الأمين علي بن عيسى بأن يرسل له المأمون أسيرا في غضون 3 أيام بعد الانتصار عليه، وأن لا يبطئ في ذلك، وإن هرب منه فعليه أن يلاحقه بنفسه أينما ذهب. كما ينقل الطبري عن يزيد بن الحارث أنه لما أراد علي بن عيسى التوجه إلى حرب خراسان ركب إلى باب زبيدة أم الأمين وودعها، فأوصته قائلة: يا علي، اعرف لعبد الله المأمون حق والده وإخوته، ولا تبجحه بالكلام، فإنك لست نظيره، ولا تقتصره اقتصار العبيد، ولا ترهنه بقيد ولا غل، ولا تمنع منه جارية ولا خادمة، ولا تعنف عليه في السير، ولا تساوه في المسير، ولا تركب قبله، ولا تستقل على دابتك حتى تأخذ بركابه، وإن شتمك فاحتمل منه، وإن سفه عليك فلا ترده. ثم دفعت إليه قيدا من فضة وقالت: إن صار المأمون في يدك فقيده بهذا القيد. وفي هذا إشارة على فرط الغرور والثقة الزائدة بالنصر على المأمون. ويقول الطبري أن علي بن عيسى تحرك على رأس 40,000 رجل، وقيل 50,000، وزوده الأمين بمائتي 1,000 دينار و50,000 لولده ومالا عظيما للجند، وأمر له من السيوف المحلات ب2,000 سيف. من هنا بدأت حرب طاحنة بين الأخوين، كان مدادها دم المسلمين وأموالهم على مدار أشهر طويلة، حتى انتهت بانتصار المأمون ومصرع الأمين، وهو ما سنعرض له في وقت لاحق.